بين قوسين صامدون حتى الآن دفاعيا هو الألمان الأفضل، ولكن في النهاية هنا نشاهد بعض المهارة من يوكيم لاو. لاحظوا هنا المخرج الألماني أعجبته هذه المهارة من يوكيم لاو مدرب المانشافت. ومانو مينيزيس يعني يحيي المدرب الألماني على هذا الفاصل في عملية الجولينج أو تنطيط الكرة. على كل حال الكرة عند شفينشتايجر، لمحة يعني فنية طريفة